كشف وزير الثقافة أو الثقافة عفوا عز الدين ميهوبي على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية غردية أن الافتتاح الرسمي لدار الأوبرا سيكون يوم 28 جويليا الجاري، وسيقام خلاله حفل فني من تنشيط الأوركسترا الوطنية. وأردف الوزير أنه تقرر حل هذه الأخيرة إضافة إلى الباليه الوطني والمجموعة الفنية الأندلسية وضمهم إلى الأوبرا من أجل إعطائهم زخما أكبر لاحتلال مكانتهم في الساحة العربية والعالمية. صحيح، هناك إشباع ثقافي في الشمال. الشمال يعني موجود، يعني معروف هذه أمر لا يحتاج إلى أن يشخص، ولكن نحن الآن عندنا إيمان بما يسمى بتوسيع نطاق الثقافة الجوارية. بمعنى أن الثقافة أولا لازم نعرف أن الذي ينتجها لا تنتجها المؤسسات الرسمية.